الحديث عند هي القصة. شوف يعني ناصر ما شاء الله هو اللي أخبر منا في الإعداد. نعم ما شاء الله كم سنة مدير إعداد. القصة 20 حبكة القصة 14 سنة. درجة ناصر لو تلاحظ البرنامج هذا أحداث كثيرة تنتهي تمام تداخل الفقرات ما في ربط الفقرة يعني أنا أذكر قبل القصص تقعد أسبوع علمك شغله وكاتب الحين ما تقعد حتى خمس دقائق. طيب أعلمك. طيب أنا كمشاهد بس ما قطعتك. أنا كمشاهد أبغى أعيش القصة أبغى أشوف المتسابق صار عليه إيش صار أموره إيش صار في اليوم. أنت كده تخليني أتعلق أني أنا أتابع القصة كاملة وشاهد بس إذا تقطعها لي خلاص ما عاد أكثر. السبب كثرة يعني الأحداث. لا مو كثرة الأحداث. كثرة الأحداث عدم ترتيب فعلا. يعني مثلا دخول صاحب القرار تلقاه يدخل صاحب القرار قبل فقرة مسابقات فيها لا 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 صح. أنت مصادمني وصاير مشكلة بيني وبينك كصاحب قرار تبغاني بعد ربع ساعة أضحك وألعب في فقرة باقطيان إيه بيجيني انفصام في الشخصية. أنا هذا البرنامج بلعب فيه كذا ما يصلح. أذكر علقت فيها عالي في الرادار قلت نفس الكلام أبو سلطان يطلع مع الباب لا سلمان ملهي الجوكر ياها يا أنا توي متدابج مع الرجال يعني في الهنجر دخلني على سلمان معليش يعني مفروض إنه بعد صاحب القرار 45 دقيقة لساعة ونص شوف ردة الفعل الحقيقية مفترض باب الغرف هنا برا ما في ما مقفل هذا زي محلات الذهب 37 قفل بعد ما يدخل الهواء ما في تطلع جوا احنا جالسين نتكلم الان عن لمسات نبغى نجمل فيها البرنامج ليش؟ لكن البرنامج والله اني متفاجئ من الجماهير البرنامج لا ما نختلف ناصر اتكلم احنا نتكلم دقيقه بس انا بس الفكره محتوى بسم الله احنا نتكلم يا ناصر ماذا لو حضاري منظر اشغلتوه يا ناصر خلونا نشارك خلونا نتكلم زي العالم قد جسر 13 سنه تفضل احنا نقول ماذا لو تم التجديد في برامج الواقع وطرحنا الافكار الجايه يا ناصر احنا ما قصدنا الكاريزما القائم مره ممتاز كجماهيريه بل اني منصدم مو منصدم متفاجئ بالجماهيريه الكبيره اللي حققها البرنامج مسمع بالشارع مره ممتاز كاريزما مره ما نختلف عن ذا الشيء ناصر بس انا اتكلم كقصه في برامج الواقع لا انا اقول للتاكيد انا عارف انها كلها براس كل واحد منكم يعني بس انا اقول للتاكيد احنا جالسين نسعى للكمال بقدر المستطاع نسعى للجماليات نسعى لرسم القصه انها تكون سيناريو القصه مرسوم من بداية البرنامج تسلسل الأحداث مع بعض المتسابقين كيف أنهم والله يمشون مع فكرة البرنامج لحد مثلا ما ينتهي البرنامج فأدري أنكم تكلمون عن السلبيات اللي نحاول نتلافاها بالبرامج الجاية وبرضه كذلك نطرح تطوير في بعض الزوايا اللي تكلمنا عنها زي ما قلنا مثلا الرصيد الأكل الشرب بعض الفقرات يعني حتى فقرة النقد جاتني فكرة قلت ليش ما يكون مثلا مو ثلاث أربع نقاط مجلس نقد في تسع نقاط عادي شو ترى أنا دائما مع ميزانية محدودة على النقد ما في مشكلة خلنا نتحلى والله لا لا دقيقة ثلاثة قايمين بعمل عشرة لا كفو ونعم فيكم بس عادي ساعة ما تكفي اليوم بصف أنا ما أنا أبغى زي مثلا ميزانية محدودة يا مفلح زي مثلا مجلس الخيمة قبل النهائيات أرحب حبيبي اسلم علي زي مثلا النهائيات تغطية النهائيات يجيك ما قبل المباراة الاستوديو التحليلي ويكون ما قبل المباراة مثلا في اربع خمس نقاط ثم الاستوديو التحليلي في تسع نقاط وفي مراسلين إيه؟ وبشكل احترافي بلس مثلا قيمة النقد تكون مثلا تسعة بس بيض الله وجهك العين حتتغير نعم وذا انتم يلا تفضل